الان الموضوع ديال جواز النكاح او الموضوع ديال واش الحكومه عندها توجه نحو انها تزيد تزير اكثر. الحكومه ملي كتزير ماشي باش كتزير حيت بغات تزير، وملي كترخي ماشي باش كترخي حيت بغات ترخي. هناك مجموعه من المؤشرات التي يتم دراستها بشكل يومي. الى شفتي مؤخرا الى تبعتوا غير من خلال يعني الاعلانات ديال وزاره الصحه غتشوفوا بان هناك ارتفاع ديال الحالات اليوم اللي يعني كتصاب بالكورونا. فهذه المؤشرات اللي كتكون عند الحكومه، الحكومه يجب ان تتفاعل بناء على مسؤوليتها كما قلت في الحفاظ على السلامه وعلى الصحه ديال المواطنين. دونك اذا كانت الاجراءات كتمشي بشكل يتناسب مع الوضعيه فهذا هو اللي غتمشي فيه الحكومه وغتستمر تمشي فيه. كانت وضعيه لا قدر الله مقلقه، الحكومه ستكون في يكون واجب عليها وتكون مضطره انها تمشي في اجراءات ديال 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 التشديد نسبيا. كانت الوضعيه الحمد لله مزيانه وما كانش مشكل، الحكومه سوف تتوجه مباشره لانه عاوتاني كاينه مصالح اقتصاديه وكاين يعني مسؤوليه ديال انه خصو يكون رواج اقتصادي في المجتمع. فهذا الشيء مرتبط بالوضعيه الوبائيه، القرارات يتم اتخاذها بناء على الوضعيه الوبائيه اللي كتعيش بلادنا وطبعا اللي مرتبطه مع دول الجوار.